راح تروح عند اي صدام حسين. شنو؟ المهم اخذت الورقه ورحت بالباب، شافوا الورقه قلت لهم مهندس فلان، قال وصلوا جو طبوا جو. دخلت يعني كل شخصيه هيبه، مكان الغرفه مالته كانه غرفه ملك، وقاعد بالعمر كان لحيتي تعبان وضعي ضحك. قال لي ها قبل لا ادخل الحمايه مالته ضخم ضخم كلش ضخم، قال لي دير بالك تغسل استاذ، اذا تغسل حلقه كما اعطى زين. ظليت افكر بحلقي. طبيت ولا تقول له ها واي ولا ما ادري شنو، اكو اربع كاشيات اقبل بيهن بالنص بالسنتر. قلت اوكي وجو قبلت باوعت عليه باوعت، قال لي زين ايش اقول له؟ لا اقدر اشيل ايدي لا اقدر. قلت له اي والله سيدي ما في ما قال هذا. قلت له اي طبعا ضاج، هذا حكي موضوع ترى ساعة ما يخلص فاختصر لك اياه بدقائق، مختصر مفيد لعبة روحه. قال اجيت وين اهلك؟ قلت انا مدير صدام. قال غلط علي كذا شنو هاي؟ دس دقمر دخل هذا ابو حلقه كم معطى زين هذا ضاج باو علي. قال لي ها؟ قلت له ايه يعني بين غسيت. طلعوا انا برا سقطوني طبت القشره. شلون غسيتي؟ يعني اذا نغسل يعني ما حصل الاكرام وياك؟ لا هسه قلت لهم انتم تقولون مش لالي اخوي شوفكم مو دميتوني دم من كل مكان. طلعنا الباب الرئيسي هم واقف واحد شفها العرضه صبعه مخدش. قال ولا ضال ايش فيه؟ قال والله غس عمنا صديق قلبني دبل. شلون شغله؟ طلعت برا داخل تاكسي دم انفض دم، اجى سايق ونظاراته وشو شو اسمه السياره قبل كانت فولقه والدنيا حاره تموز وكل دم. قال شكو؟ قلت له توصلني مدينة صدام. قال الظهر سكران الله يطيح حظك. عباله سكران وتفل علي شر الذي ما يطيق الا تالي قوه. وقفت ابو بيك بخطيه وصلني شاف حالتي وحجيت للموقف.